يقول رضعت من اختي. ها؟ يقول رضعت من اختي. نعم. فهل اخت زوجها عمتي؟ ويجوز لي الكشف عليها؟ واذا لم افعل فهل هذا من قطيعة الرحم؟ نعم، اذا رضعت من اختك فانك تكون ابنا لها وابنا لزوجها من الرضاع، واخت الزوج تكون عمة لك من الرضاع للمحرمية. واما الصلة فلا تدخل في، ليست من الاقارب، الصلة للاقارب والمرضعة ليست من الاقارب وليست من ذوي الارحام، لها حق المسلمين، لها حق المسلمين العام. نعم.